السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هنتكلم النهاردة في موضوع مهم وهو الفيس ديتكشن. أحيانا أنت بيكون عندك صورة أو عندك فيديو وفي مجموعة أشخاص في الفيديو ده، وأنت عايز تعمل ديتكت على كل شخص موجود في الفيديو ده. طبعا مش هتعمل ديتكت على الشخص كله، أنت هتعمل ديتكت على الفيس بس. فإحنا هنا هنتكلم في الفيس ديتكشن باي يوزنج هار كاسكيد، اللي هو أحد التكنيكس المهمة المستخدمة في إن هو يعمل لي ديتكت على الفيس. طبعا فيس ديتكشن ديت المرحلة اللي بتسبق الفيس ريكوجنيشن، يعني لو تتعرف على شخص فأنت لازم الاول تحدد الفيس بتاع الشخص دوت موجود في انهي مكان بالتحديد. طيب الفيس ديتكشن باي يوزنج هار كاسكيد انتشر سنه 2001 في بيبر اسمها رابيد اوبجكت ديتكشن يوزنج ابوستد كاسكيد اوف اسيمبل فيتشرز. اللي عمل البيبر ديت هم شخصين، واحد اسمه باولو فيولا والتاني اسمه مايكل جونز. بيبر مشهوره جدا يعني في موضوع الفيس ديتكشن ده. البيبر ديت كانت بتناقش مجموعه من الفيتشر بيقولوا عليها اللايك او الهير لايك فيتشرز. الاول قبل ما نتكلم في الهير لايك فيتشرز، الالجوريزم ده اصلا عشان يتم وبيتم عن طريق اربع خطوات. اول خطوه هنتكلم في الاربعه كده سريعا قبل ما ندخل على الكود. اول ستيب عندنا اللي هي سيلكتنج هير لايك او هير لايك فيتشرز. تاني ستيب كرييتنج ان انتجرال ايمج. تالت ستيب اللي هو رانينج ادا بوست تريننج. واخر ستيب اللي هي كرييتنج كلاسيفاير كاسكيدز. طيب تعالى نتكلم في اول ستيب والسيلكتنج هار لايك فيتشرز. الهار لايك فيتشرز اللي هم دول، اللي هم الاشكال اللي قدامنا دي اللي هي الريكتانجلز دي، تقدر تقول ان ديت مجموعه من الفلترز بتمشيهم على الصوره بتاعتك بهدف ان انت تطلع الفيتشرز اللي مهمه في وش الانسان. احنا كهيومنز بيكون في حاجات مشتركه في وشنا كلنا، اللي هي المناطق تبقى غامقه ومناطق تبقى فاتحه. يعني مثلا لو هنتكلم على الصوره دي دي صوره شخص اهو، دي الهير لايك فيتشرز اللي هي المربعات اللي قدامنا دي. طبعا في كتير جدا منهم وبيتطبقوا على الوجه بحيث ان احنا نقدر نطلع الفيتشرز اللي موجوده في وش الانسان. فلو هنتكلم على الحاجب مثلا بتاع الانسان، الحاجب بتكون البكسل اللي عندها بيكون لونها اسمر، واللي هنا اللي فوق الحاجب اللي هي المنطقه بتاعت الجلد دي بيكون لونها ابيض. انت اصلا الصوره ديت اولا يعني الالجوريزم ما بيشتغلش غير على جراي سكيل ايمجز، فلازم الصوره تتحول لجراي سكيل. فالصوره دي لما بتكون متخزنه عندي في الرامات بتكون الارقام بتتراوح من اول صفر لحد 255. الصفر بيمثل اللون الاسمر اللي هي البيكسل رقم 0، ولحد 255 اللي هو اللون الابيض، والدرجات اللي ما بينهم هي درجات الجراي. فبالتالي لما انا اخزن صوره زي دي عندي على الجهاز واجي امشي اللي هو الهار لايك فيتشرز اللي هم بول او فيولا اند جونز ابتكروهم وعملوهم مشوهم على الصوره بهدف استخراج اكستراكت الفيتشرز من الصوره بتاعتنا. طيب ازاي اكستراكت الفيتشرز باستخدام الهير لايك فيتشرز اللي هم اللي قدامي دول؟ انا قلت لك ان هنا مثلا هنعمل سميشن، هحط الريكتانجل ده. طبعا الريكتانجل ده بيتحط في كذا مكان في كل الصوره كلها بديفرنت سايز بديفرنت لوكيشن. يعني هنا السايز بتاعه والسايز ده كمان بيتغير، بيكبر وبيظهر وهكذا بالنسبه لكل الهار لايك اللي قدامنا دول. طيب الهار لايك فيتشر اللي قدامي ده انا بحطه هنا مثلا، ولا افترض اللي هو موجود هنا عند الحاجب. فالمنطقه اللي بيحصل هنا ازاي اعرف ان هنا في فيتشر، ان في هنا حاجه بتدل على ان في انسان موجود او في وش انسان موجود. فاللي بيحصل قالوا لك ايه بقى، ان احنا هنعمل سميشن لكل البكسل اللي موجوده تحت المربع الاسمر، وهنعمل سميشن لكل البكسل اللي موجوده تحت المربع الابيض، ونطرحهم من بعض. نطرح السميشن ده من السميشن ده هيديني قيمه. القيمه دي كل ما بتقرب من ال 255 او بتقرب من الواحد اللي هو 100% اللي هي نسبه ال 100%، فتعرف ان في هنا ايدج او في هنا لاين او في هنا دياجونال وهكذا. طيب هنا نفس الفكره، هو عادة أصلا هنا في البيبر كان بيتكلم إن البريدج نوز المنطقة اللي بتبقى في مقدمة الأنف دي بتكون أفتح شوية عادة في أي صورة بالنسبة للإنسان، بتكون أفتح شوية عن الجوانب، يعني السايد ده أو الجدار ده بتاع الأنف الداخلي من الناحية دي ومن الناحية دي، فالمنطقة اللي في النص بتكون أفتح. فبالتالي لما تيجي تعمل برضو نفس الفكرة، سميشن أوف بلاك بيكسل ماينس سميشن أوف وايت بيكسل، هتلاقي إن في قيمة طلعت لك بتكون القيمة دي كبيرة، فتعرف إن هنا في فيتشر أو في هنا حاجة بتدل إن في وش إنسان موجودة في الصورة. كذلك هنا لو جينا بصينا على الهارد لايك فيتشر ده،
انا قلت لك ان في ديفرنت سايز وديفرنت لوكيشن. ديفرنت سايز اهو تحس ان السايز بتاع الهار لايك فيتشر ده اكبر من السايز ده. وديفرنت لوكيشن ان السايز ده لما بيجي الالجوريزم بيشتغل نفس السايز ده بيتطبق على كذا مكان ونفس السايز ده بيتطبق على كذا مكان في الصوره عشان اخرج كل الفيتشرز اللي موجوده في وش الانسان. فهنا لو هنتكلم هنا هتلاقي ان السميشن اوف بيكسلز اللي تحت المنطقه البيضاء دي اللي هي السنان بتاعت الشخص البكسل بتاعتها هتكون فاتحه عن المنطقه بتاعت الشفه، هتكون البكسلز اللي هنا هتكون غامقه شويه. فبالتالي لما اعمل سميشن اوف بكسل فور وايت ريكتانجل وسميشن اوف بكسل فور بلاك ريكتانجل واجيب الفرق ما بينهم هيطلع لي قيمه، القيمه دي هتكون قيمه كبيره. فبالتالي لما تكون قيمه كبيره هعرف ان في لاين هنا او هعرف ان في فيتشر هنا. فبالتالي لما كل دول يتحققوا مع بعض، لما كل الهار لايك فيتشرز دول يتحققوا مع بعض، وطبعا في هار لايك فيتشرز ثانيه تقدر تعكس الهار لايك فيتشر ده، يعني تقدر بدل ما هو اسمر ابيض اسمر تقدر تقول ان ده ابيض وده اسمر وده ابيض، وتيجي هنا تطبقه على عين الانسان. عين الانسان من النص بتكون غامقه شويه فبالتالي البكسل بتكون غامقه، انما من اليمين من هنا البياض من هنا ومن هنا بيكون البكسل فاتحه شويه، فتقدر ان هنا تطلع فيتشر برضه وهكذا. وبرضه بيقول لك ان البريدج نوز اللي هي الجزء الامامي من الانف بيكون افتح شويه من التشيكس اللي هو الخدود. فبالتالي كل دي فيتشرز بتبدا تطبق مجموعه الهار لايك فيتشرز دول على كل الصوره اللي قدامك دي، وبتطلع تعمل اكستراكت الفيتشرز بتاعت وش الانسان. وطبعا في كتير جدا جدا من الهار لايك فيتشرز، وبيكون عندك سلايد ويندو اللي هو مربع كده بيكون اصفر كده او احمر بيبدا يمشي على الصوره بيعمل عليها سكاننج، وكل سلايد ويندو بتطبق حوالي 200,000 هار لايك فيتشرز من دول، انت متخيل؟ طيب احنا كده يعتبر فهمنا فكره بشكل عام بتاعت الهار لايك فيتشرز اللي هم دول. هنا بيقول لك ان الايدج ده واللاين ده بيجيبوا الايدجز واللاينز من الوجه بتاع الانسان، وان الشكل ده اللي هو الهار لايك فيتشر ده اللي هو الفور ريكتانجل فيتشرز ده بيجيب اللي هو الدياجونال فيتشرز. وطبعا هنا بيتكلم في الكلام اللي احنا بنقوله اللي هو بيقول لك submission of pixel for darker region will be smaller than the submission of pixel in the lighter region. يعني البيكسلز اللي تحت المربع الابيض او مش يعني مثلا عشان ما نلخبطش نفسنا submission of pixel for white region و submission of pixel for darker region، بيقول لك ان الداركر ريجون submission البكسل اللي تحت هنا اللي هي بتاعت الحاجب هتكون اقل من البكسلز اللي هي تحت الوايت ريجون، فبالتالي اعرف ان في فيتشر هنا. ده الكلام اللي احنا قلناه. طبعا دي اول حاجه اللي هي الهار لايك فيتشرز، معاك مجموعه اشكال من دي بتبدا تمشيها على الصوره وبهدف ان انت تعمل اكستراكت الفيتشرز بتاعت وش الانسان. طيب هنا طبعا بيديك مثال اهو، ده المثال الشخص اللي موجود في البيبر نفسها بتاعت فيولا اند جونز. هنا البريدج نوز بتكون فاتحه شويه، وهنا على الجوانب هنا التشيكس بتكون غامقه، فبالتالي هنا فيتشرز هعرف ان هنا في موجود وش انسان. طبعا مش بحط هار لايك فيتشر واحد، لان لازم اطبق كذا نوع او عدد كبير جدا من الهار لايك فيتشرز على وش الانسان عشان اعرف ان هنا في موجود انسان او لا. طيب احيانا برضو زي ما هنشوف من شويه، ولا خليها في وقتها يعني. طيب تاني حاجة احنا كده خلاص عرفنا فكرة الهار لايك فيتشرز. تاني حاجة ان احنا هنا انا قلت لك في الصورة دي احنا بنقعد نعمل سميشن للبكسل اللي هنا وسميشن للبكسل اللي هنا. طبعا ده بالنسبة للهار لايك فيتشرز واحد فقط، انت قلت لك بيكون عندك هار لايك فيتشرز كتير ديفرنت سايز بديفرنت لوكيشن، فان هنا عمليه السميشن دي هتبقى التايم كومبلكستي بتاعها عالي جدا. وخد بالك في بعض البيبرز برضو بياخد الافرج اللي هنا والافرج اللي هنا، يعني بعد ما يعمل سميشن للوايت ريكتانجل اللي هي على الجلد بالظبط وياخد المين بتاعهم، ويعمل سميشن للبيكسلز اللي هي على الحاجب بالظبط وياخد المين بتاعهم ويطرح الافرج ده من الافرج ده هيديله قيمه. القيمه دي لو بتقرب من 255 هتبقى هنا في حاجه مهمه بتدل على ان فيه انسان، والعكس. طيب ده طبعا عشان لو شفت في اي مكان يعني. طيب مجموعه السميشنز كتير اللي انا بعملها دي بتبقى في التايم كومبلكستي بتاخد وقت كبير جدا. فبالتالي لو انا هستخدم الران تايم عشان اديتكت وش انسان، لو هفتح الكاميرا كده واعمل ديتكت على وش الانسان بالعمليه دي هيكون في تايم كومبلكستي عالي جدا، والاوتبوت بتاعها هيتاخر بشكل كبير جدا. طب الحل ايه؟ جابوا طريقه اللي هو فيولا اند جونز عملوا طريقه لذيذه كده، هي اوريدي مش هم اللي عملوها، هي كانت موجوده من قبل كده من زمان
كان في عالم عاملها اسمه هار حاجه كده، مش فاكر اسمه بالتحديد، بس هم خدوا الطريقه ديت بقى ووظفوها في الكمبيوتر فيجن في حته الفيس ديتكشن. طب تعال نشوف ايه الطريقه دي اللي هي هتقلل لنا من التايم كومبلكسيتي، اللي هي اللي اسمها الانتجرال ايمجز. الانتجرال ايمجز فكرتها بمنتهى البساطه ان انت لو عندك اوريجينال ايمج زي دي، بدل ما تقعد تعمل سميشن لكل مثلا لو انت عندك الهار لايك فيتشرز محطوط هنا كده اللي هو واخد الثلاثه دول، فبتحسب السميشن للبلاك ريجن وبتحسب السميشن للوايت ريجن، وبعد كده تطرحهم مع بعض وتشوف القيمه اللي بتطلع لك. اذا كانت قريبه من 255 هيبقى ده فيتشر، قريبه من الزيرو هيبقى ده مش فيتشر. طب بدل ما انا افضل اعمل سميشن دي، هم جابوا طريقه ذكيه شويه ان انا احول الصوره بتاعتي الاصليه دي لانتجرال ايمجز. طيب ازاي احول الصوره دي لانتجرال ايمج؟ اول حاجه الصوره اهي، هاخد الرقم اللي هو فوق خالص عند الزيرو والزيرو ده اللي هو الرقم زيرو، هحطه زي ما هو. بعد كده الرقم الثاني ده بجيبه ازاي؟ هيبقى صفر زائد واحد هيبقى واحد. بعد كده الرقم الثالث ده احسبه ازاي؟ هيبقى صفر زائد واحد زائد واحد هيبقى اثنين. بعد كده الرقم ده احسبه ازاي؟ مجموع الصف الاول كله هيبقى ثلاثه، يبقى ادي ثلاثه. طيب بعد كده اجي على الصف الثاني، الواحد ده هيبقى 1 زائد 0، بطرح بجمع عليه اللي فوقيه كمان، هيبقى 1 زائد 0 هيبقى 1. بعد كده الاثنين ده ازاي احسبه في الانتجرال ايمج؟ بجمع كل اللي قبليه، يعني هيبقى 2 زائد 1 زائد 0 زائد 1 هيبقى 4. طب السبعه اللي هي اللي هنا كده، فهجمع الصفر زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد اثنين زائد اثنين هيبقى سبعه، وهكذا. تعال نشوف الصوره دي بتبين لنا القصه دي اهو. اول حاجه الواحد ده هيتحط زي ما هو، بعد كده كل قيمه بيكون مجموع كل القيم اللي قبليها اللي هو اللي فوقيها بالظبط، او التوب كل الارقام اللي قبليها بما فيهم القيمه نفسها. تمام، ده ازاي انت بتحول الصوره نفسها لانتجرال ايمج. طيب ده فائدته ايه بقى بالنسبه لموضوع التايم كومبلكسيتي اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه؟ ان انت بدل ما يبقى عندك مثلا مربع زي ده وبتحتاج تحسب السميشن ليه، عشان طبعا لو انت تخيل الهار لايك فيتشرز اللي هم الابيض في الاسود الاشكال اللي شفناها في الاول محطوطه هنا، فانت بتحتاج تحسب السميشن للوايت ريكتانجل والبلاك ريكتانجل عشان تشوف القيمه اللي هتطلع لك هي بتدل على فيتشر انسان او لا. طب انا هنا لو انا عايز احسب ريكتانجل بالنسبه دي، بدل ما انا طبعا ما فيش صوره في الحقيقه بتبقى كده، بيبقى عندك صوره فيها عدد بيكسل كبير جدا جدا، فهنا بدل ما انا افضل اعمل سميشن لكل البيكسل اللي هنا، قال لك لا انت هتعمل حاجتين بس. انت بعد ما تحول الصوره الانتجرال ايمج اللي هي الشكل ده وعرفنا ازاي بنحولها، هتعمل اربع حسابات فقط او ثلاث حسابات فقط. هتقول ان ال21 زائد ال1 ناقص ال11 ناقص الثلاثة، ده بالنسبة للريكتانجل ده فقط. ال 21 دي هي بتمثل مجموع البكسلز، كل البكسل اللي موجودة في الصورة الأصلية. طيب هزود عليها الواحد اللي هي دي، تمام؟ بعد كده هنقص منها ال 11، ال 11 اللي هي هنا اللي هي مجموع كل البكسل دول، هنقصهم منها لأن أنا مش محتاجهم في حاجة، فأنا هشيلهم من هنا اللي هما اللي هي اللي بتمثل القيمة دي، فأنا لما أطرح دي من هنا هيشيل لي القيم دي كلها، عشان انا مش محتاجهم، انا محتاج بس الريكتانجل دي. بعد كده اطرح منهم الثلاثه عشان يشيل لي الكولوم ده، عشان يشيل لي الكولوم ده، فبالتالي ابقى انا خدت الكولوم ده فقط. حتى هنا اهو كاتب لك اهو، هيبقى 21 زائد 1 ناقص 11 ناقص 3، 21 زائد 1 ناقص 11 ناقص 3. ودي بتوفر في الحسابات كتير جدا يعني، على عكس مثلا ما انت هتفضل تقول 2 زائد 1 زائد 1 زائد 3 زائد 1 زائد 0، لا انت هنا بتحسب الكورنرز فقط. تمام، طيب الناس طبعا بقى اللي هي فاهمه في الالجوريزمز، احنا كنا بنتكلم ان هنا احنا كنا بناخد الافرج، يعني كنا بنجيب سميشن للوايت ريكتانجل وسميشن وبعد كده ناخد الافرج، وبعد كده سميشن للبلاك ريكتانجل وناخد الافرج ونطرح الافرج ده من الافرج ده. يعني بدل ما كنا بنتكلم في او اوف ان سكوير، هنتكلم في او اوف 1 يعني اوردر اوف واحد فقط. فهنا طبعا العمليه بتكون اسرع، يعني احنا هنا بنعمل كام اوبريشن؟ ادي اول اوبريشن، بعد كده اثنين ثلاثه. احنا كده ايا كان حجم الصوره عشان نحسب السميشن لاي اريا فيها او اي منطقه فيها، بنستخدم فوق ثلاثه اوبريشن فقط، اللي هم الاربع ارقام دول اللي هي بتبقى الكورنرز بتاعت المكان اللي احنا عايزين نحسب الريكتانجل او عايزين نحسب المساحه بالنسبه للريكتانجل ده يعني. تمام، طيب دي تاني ستيب، عرفنا ان احنا بنحول الصوره بتاعتنا لانتجرال ايمجز عشان نتخلص من التايم كومبلكسيتي اللي هي الرهيبه دي. تالت ستيب بقى ان هو هنستخدم الادا بوست
فيولا وجونز اقترحوا ان احنا نستخدم الادا بوست، وجابوا مجموعه صور لاشخاص فيهم الفيسز ومجموعه ما فيهاش فيسز، وعملوا تريننج. وطبعا بيبقى عندك الويندو اللي هي 24 في 24. هنشوف الويندو دي، الويندو دي اللي هي بتمشي تعمل سكاننج او كانك بتعمل فلتر على الصوره بتاعتك، يعني كانك بتعمل كونف 2 دي كونف 2 دي. فهنا ال 24 في 24 بيكسل بيتكلم ان هنا عشان تستخدم الويندو ال 24 في 24 بيكون عندك عدد الفيتشرز اللي هي المربعات الابيض في اسمر دي بيكون عددهم 160000، وده طبعا رقم كبير جدا. ومش وكمان بيقول لك ان هنا اهو مش كل ال 160000 دول بيكونوا مفيدين، او مش كلهم بيحددوا لي الفيتشرز اللي بتكون موجوده في وش الانسان. فالادا بوست هنا فكرتها ان هي تقلل عدد الفيتشرز، عدد المربعات دي، بحيث ان هي تسيب لي الاعداد الهير لايك فيتشرز اللي هتجيب لي الفيتشرز بتاعت وجه الانسان بالظبط بالنسبه للديفرنت سايز والديفرنت لوكيشنز بالنسبه للهير لايك فيتشرز دي كلها. طيب طبعا الادا بوست احنا كنا شرحناه في الكورس بتاع الماشين ليرنينج، وعرفنا ان هو بيكون عندي مجموعه اشخاص هنا وصور التانية ما بيكونش فيها اشخاص، بيبدا يعمل تريننج باستخدام الصور دي، طبعا بتكون ليبلد وبيعمل الكلاسيفيكيشن بتاعه عادي. وكل تري لو نفتكر الادا بوست كان فيها حاجه اسمها الستامب، اللي هي الستامب تري، كل تري بتطلع لي نتيجه معينه كنا بنقول عليها ويك كلاسيفاير. فبيبقى عندي مجموعه ستامب تريز كتير جدا، كل تري بتطلع لي بتعمل لي كلاسيفيكيشن معين، وبعد كده الويك كلاسيفيكيشن دي كلها بجمعهم مع بعض عشان يطلع لي سترونج كلاسيفيكيشن، وبيطلع لي ان دوت شخص او مش شخص. زي ما هنشوف دلوقتي هوريكم فيديو عملي وبقول لكم القصه دي بالظبط دلوقتي. ده فكره الادا بوست، فكرته بمنتهى البساطه ان احنا بيكون عندنا عدد كبير جدا. لو هتتكلم في ويندو 24 في 24، ويندو زي الويندو الاحمر دي، دي صوره ايه؟ ده الويندو، ده الويندو اللي بيبدا يعمل سكاننج على الصوره. فلو ويندو ده 24 في 24 بيكسل، فانت هنا بتحتاج كام صوره، او سوري بتحتاج كام هارد لايك فيتشرز؟ بتحتاج 160000، تمام، ومش كلهم بيكونوا مفيدين، فاحنا بنحتاج نقللهم. طيب يبقى هنا الادا بوست بيستخدم ان هو يقللهم ويجيب لي المفيد الفيتشرز المفيده منهم فقط. اخر ستيب عندنا اللي هي الكاسكيدنج كلاسيفاير. الكاسكيدنج كلاسيفاير دي فكرتها بمنتهى البساطه، انا هفهمها لك، الكلام اللي مكتوب ده كله هفهمه لك من خلال اي صوره من هنا مثلا. الصوره دي انت بيكون عندك اكن في كده بايب لاين، بايب لاين، وبتبدا تمشي كل الهير لايك فيتشرز على الصوره بتاعتك. بيبقى عندك كذا ستيج، اول ستيج دي مثلا اهي، اول ستيج بيبقى عندك كده كذا ستيج، اول ستيج الصوره بتخش هنا وبنطبق كل انواع الهير لايك فيتشرز. لو كل انواع الهير لايك فيتشرز قالت ترو وقالت ان فعلا الشخص اللي موجود ده اللي هي ده هير لايك فيتشر اهو، ده مشي على الصوره. لو الهير لايك فيتشرز ده تحقق وقال فعلا، يعني هنا هو كده متحقق يعني. ليه عرفت منين؟ لان هنا المنطقه بتاعت الحاجب دي عند البلاك بيكس، عند اللي هي البلاك ريكتانجل، والمنطقه اللي هي بتاعت الجلد عند الوايت ريكتانجل. فهنا في فعلا في اختلاف، لما اجي اجيب السبمشن اوف وايت بيكس وسميشن اوف بلاك بيكسل هلاقي ان في ديفرنس. طبعا انا بطبق هنا بقى مش على الصوره الاصليه، انا بطبق على الصوره بعد ما اتحولت لانتجرال ايمج عشان اوفر في التايم كومبلكستي، المشكله اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه، تمام. فهنا اول ستيج ان انا بدخل كل الهير لايك فيتشرز دي هنا، لو ادت ترو يبقى ما بتاكدش ان في، او انا بدخل بعمل سكاننج اكتر من مره، يعني انا بمسك الويندو دي اللي المربع الاحمر ده بمشيه بديفرنت سايزز. يعني هو دلوقتي السايز بتاعه مثلا نفترض انه 25 25، بعد ما يخلص الصوره كلها ويعمل عليها سكاننج هرجع ابدا بيه تاني من البدايه، بس بيكون السايز بتاعه بيزيد شويه، وبعد كده اخلص وبعد كده ارجع ازود السايز بتاعه، وكل مره السايز بتاعه بيزيد كل ما بيطبق، وكل مره نفس الاوبريشنز بتتم، اللي هو بيقعد يحسب الهار لايك فيتشرز لكل الحاجه موجوده في الصوره يعني، تمام. بس يبقى احنا هنا كنا بنتكلم ان اول ستيج عندي بدخل فيها الصوره بتاعتي بالهار لايك فيتشرز بتاعتها، لو كل الهار لايك فيتشرز اتحققت وقالت ان ترو، فهنا هيقول لي ان في حاجه بتدل ان في وش انسان، بس مش بياكد لي بنسبه 100%، يعني مش بيقول لي هنا خلاص ده في اكيد هنا في وش انسان، لا، لازم بيبقى في كذا ستيج، ان انا اروح اغير السايز بتاع الويندو الحمراء نفسها واجرب تاني باستخدام السايز بعد ما زادت، ادخلها على تاني ستيج، لو ترو هيبقى ماشي كده، وبعد كده لو فولس
هيطلع يقول ان دوت نون فيس، مش هيبقى فيس يعني. فبيبقى عندك في ستيدجز كتير جدا جدا بتبدا تجرب فيهم كلهم. وخد بالك لو انت مثلا عندك 1000 ستيدج، وكل ال 1000 و999 من ال 1000 ستيدج قالوا لك ان هو ترو فعلا في وش انسان، وستيدج واحده فقط الهير لايك فيتشرز بتاعها ما تحققش وقال لك ان هنا ما فيش انسان، يعني ما فيش اي مربع من المربعات اللي هي الابيض في الاسود دي اتحققت يعني على وش الانسان، فهيقول لك ان هو نون فيس، لازم كل الهير لايك فيتشرز يتحققوا. دي فكره اللي هي دي فكره الهار كاسكيدنج كلاسيفاير، وده الكلام اللي مكتوب هنا. انا حاولت ابسط الموضوع على قد ما اقدر، وطبعا هيبدا بعد كده يديك مثال بالكودنج، يعني احنا هنحل الكود دلوقتي طبعا. فانت مهم جدا ان انت تقرا الكلام ده برضه، انا هحطه لك تحت في الديسكربشن، وتعالى بقى نشوف ازاي الموضوع ده بيتم من ناحيه الماثماتكس، قصدي سوري من ناحيه الكود. بس قبل ما نيجي على الكود يعني، معلش سوري، خلوني اوريكم حاجه كده عشان نفهم الفكره ازاي بتتم بشكل اعمق. يعني ادي عندي سلايد ويندو اهو، بص بيبدا يعمل سكاننج على الصوره، طبعا بيطبق كل انواع الهير لايك فيتشرز اللي احنا شفناهم. هتلاحظ ان هو بيمشي بسرعه جدا، ليه؟ لان مفيش فيس هنا، مفيش حاجه هنا بتدل على ان في فيس، يعني مفيش حاجه بتتحقق، فبيعدي على طول. ليه بيمشي على طول؟ لان احنا مشغلين دلوقتي على الانتجرال ايمج، لو انت شغال على الصوره العاديه فانت هتاخد وقت في الحسابات، انما هنا هو بيحسب البكسل اللي تحت الابيض والاسمر على طول، فبالتالي لو في واحد بس ما اتحققش، يعني هو هنا ده مثلا اهو، ده هنا في ابيض وهنا في اسمر ولكن ده مش متحقق، فمعنى ان هو مش متحقق يعني اخر ستيب هيبقى هنا بفولس. مثلا نفترض ان دي مثلا الستيب او الستيج رقم 4، فهو ما تحققش فهيبقى فولس، فيقول لك ان ده نون فيس، فمش هيضطر ان هو يجرب بقيه الاوبريشنز. يعني لو في هير كاسكيد واحد فقط، لو ده ما تحققش مش هيجرب بقيه الهير لايك فيتشرز اللي هم شكل ده، مش هيجرب الباقي. لا، هو لو واحد بس ما تحققش الويندو هتتحرك ويخش على الجزء اللي بعديه، يعني بعد اللي هو ماشي على طول لسه. ما هنا خد بالك ان هنا في عين الانسان باينه بس الوش مش كامل، ودوت من التحديات اللي بتواجه الالجوريزم ده، التشالنجز اللي بتواجهه، ان لازم الاضاءه تكون كويسه عشان تقدر تعمل ديتكت على وش الانسان. ادي اول حاجه. ثاني حاجه لازم يكون الفيس ظاهر، يعني لو انت فاتح الكاميرا وبتعمل ديتكت على وشك وحطيت ايدك مثلا على عينيك، مش هيعرف يجيب لك ان ده فيس، لازم يكون الفيس ظاهر تحت الويندو كلها. تعال نكمل، خليني اقدم شويه. بص هنا هتلاقي ان الويندو وقفت هنا كتير، ليه؟ كل الهار لايك فيتشرز بتتحقق، كله بيتحقق، فهو عمال يعمل تشيك. بعد ما يعمل تشيك هيسيب لك ريكتانجل، هيسيب لك ريكتانجل كده اهو اللي هو الخفيف اللي تحت ده. ده كده يعتبر ويك كلاسيفاير اللي بيتم باستخدام الادا بوست، كل التلات مربعات الحمر اللي اتعملوا تحت دول، هو بيقول لك ان هو شاكك، الالجوريزم شاكك ان هنا في وش انسان، فبالتالي هو ساب لك المربعات الحمراء دي. فالويك كلاسيفايرز دي كلها لما بتجمعها على بعض وهيطلع لك في الاخر سترونج كلاسيفاير، زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع الادا بوست. فطبعا هو هنا بيتاخر في المنطقه دي، هتلاقي على عكس ما كان بيبدا من هنا كنت بتلاقيه ماشي على طول. ليه؟ لان ما كانش فيه اي هارد سكيب بيتحقق. بص هنا بدا يمشي بسرعه لان المساحه اللي تحت الريكتانجل الاحمر او الويندو الحمراء هي مش فيس بشكل كامل يعني. بص لحد ما يخلص، انا مستني بس عشان اوريك ان هو هيرجع يبدا من الاول تاني بديفرنت سايز بالنسبه للويندو الحمراء. وطبعا الصوره دي لما الالجوريزم بيجي يشتغل هو ما بيشتغلش بتبقى الصوره كامله كده، لا هو في حاجه كده احنا بنحددها في الكود، بحدد له سكيل مختلف لكذا صوره. يعني مثلا الاول هيعمل سلايدنج، الويندو دي هتفضل تمشي كده على الصوره كلها وتطلع كل الفيتشرز اللي موجوده في الواجهه وتعمل لك المربعات دي، وبعد كده تعمل سترونج كلاسيفاير. بعد ما يخلص الكلام ده كله، الصوره دي انت بتحدد قيمه معينه في الكود ان هي تصغر، بحيث لو انت عندك صوره، بحيث لو انت عندك صوره والصوره دي موجود فيها اكتر من وجه انسان، فانت هنا
يعني مثلا في واحد بيبقى مقرب قوي من الكاميرا وفي واحد بيبقى بعيد قوي عن الكاميرا، فاللي بيبقى بعيد ده وشه بيبقى في الصوره بيبقى صغير جدا، فانت محتاج تجيب كل السكيلز دي، كل الديفرنت سكيلز، واحد وشه كبير واحد وشه صغير بتحتاج تجيبه. فانت هنا بتحدد قيمه في الكود، هنشوفها دلوقتي في فانكشن معينه بتحط قيمه ان الصوره دي تصغر 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 كذا مره لحد ما تعمل السلايدنج الويندو دي تتحرك على كل الديفرنت سايز اللي انت حددتها دي ويجيب لك اي فيس في الصوره ايا كان السايز بتاعه. تعالى بقى نشوف الموضوع ده ازاي بيتم من ناحيه الكود. هو الموضوع ككودنج سهل جدا يعني، ما فيهوش كلام كتير، ويعتبر كله مشروح اصلا قبل كده. انت الفكره هنا ان انت بتجيب سي بي 2 وبعد كده بتقول سي بي 2 دوت كاسكيد كلاسيفاير، وبتحط هنا موديل هو بري تريند اوريدي قبل كده. الموديل ده متدرب على داتا قبل كده لاشخاص، لصور فيها وشوش اشخاص وصور ما فيهاش، فهو هنا كل الشغل اللي احنا شرحناه هو موجود هنا. انت مش بتتعب في حاجه، انت بس بتحط الاكس ام ال ده هنا، وانا هحط لك اللينك اللي موجود فيه الاكس ام ال، هو اوريدي موجود على الدوكيومنتيشن بتاعت اوبن سي في، هحطه لك برده تحت في الديسكربشن عشان تشتغل على الكود. وخزنت الكلام ده كله انا في فيس كاسكيد. بعد كده هفتح الكاميرا، وطبعا الكلام ده كله شارحينه. بعد كده طول ما الكاميرا مفتوحه ابدا اقرا الفريم، والفريم هتكون موجوده هنا. وقلت لك ان احنا بنحول الصوره لجري سكيل، فانا هحولها لجري سكيل. وبعد كده تاني فانكشن جديده اهو، هو الكود كله ما فيهوش غير تو فانكشنز جداد، الفانكشن دي اللي هي كاسكيد كلاسيفاير والفانكشن دي. هقول الفيس كاسكيد اللي هي دي، خد بالك ان ده اسمه ايه؟ هار كاسكيد فرونتال فيس ديفولت دوت اكس ام ال، يعني مش بيجيب لك غير الفرونتال فيس، يعني لو انت بصيت يمين بصيت شمال مش هيعمل ديتكت على وشك. طيب تاني حاجه بنقول الفيس كاسكيد دوت ديتكت مالتي سكيل، ديتكت مالتي سكيل بتاخد الصوره وبتاخد كونتين كمان. اول قيمه ان انت بتحدد احنا كنا بنتكلم من شويه في الصوره بتاعت لانا دي، احنا قلنا بنصغر الصوره بتاعتنا لكذا سكيل عشان يمشي عليها كلها، ولو في اي صوره فيها وش شخص وشه حجمه كبير ووشه حجمه صغير، فانت هنا بتحدد له القيمه ان الصوره دي هتقل لحد عندها. انا قلت له ان الصوره دي هتقل لحد 1.1، والارجمنت التالي ده اللي هو الاربعه اللي هو بعدد الليبرز، عدد الليبرز بالنسبه للريكتانجل اللي هي الويك ريكتانجل. شايفين الريكتانجل دي اللي هي الحمراء دي، ده بيقول ان في فيس، كل ريكتانجل فيهم بيقول ان في فيس موجود هنا. فدول لما نعمل لهم دول كده يعتبروا ويك كلاسيفيكيشن. لما انا اعمل لهم سترونج او اجمعهم على بعض واخليهم سترونج كلاسيفاير باستخدام الادابوس، فعدد العدد ده انت اللي بتحدده، عدد الريكتانجلز اللي تحت ده انت اللي بتحدده. تمام. لو شفنا هنا برضو نتأكد اكتر، لو شفنا هنا في الكود اللي هو حاطه اهو اللي هو المينيمم نيبرز اهو، ده بارامتر بيحدد عدد النيبرز او من النيبرز لكل كانديديت ريكتانجل، لكل ريكتانجل محتمل طلع لنا شود هاف تو ريتيرن، يعني حصل كل ريكتانجل محتمل حصل على قد ايه يعني من البكسلز المجاوره ليه اللي هو الاربعه دول اللي هو عدد الويك كلاسيفيكيشن بتوعنا. بعد كده الفيسز دي هترجع لنا اربع قيم، الاربع ارقام اللي بيرجعوا هنا من الفانكشن اللي اسمها ديتكت مالتي سكيل اللي بتخزن في الفيسز، بيكونوا الكوردينيتس بتاعت المكان اللي موجود فيه وش الشخص. يعني لو احنا جينا هنا شفنا الفاريبل اكسبلورر في السبايدر، ودي ميزه السبايدر، يعني الناس اللي ما بتعرفش تظهر الفاريبل اكسبلورر دي هتيجي هنا عند فيو هتختار اول واحده، وبعد كده تعلم صح على فاريبل اكسبلورر هيظهر لك هنا اي تقسيمه انت بتعملها، الحاجات اللي هي بتكون متخزنه في الرامات بتاعتك يعني. فالفيسز دي انا اوريدي كنت عامل رن للكود، تعال نشوف متخزن فيها ايه اللي هيرجع لنا من ديتكت مالتي سكيل. هيرجع لنا اربع قيم فقط، هم عباره عن ان دي اريز، سوري تعال نشوفهم. ادي اول قيمه اللي هي الاكس والواي، بعد كده بيرجع لك الهاي وبيرجع لك الويتس، دي هي الكوردينيتس اللي انت هتستخدمها اللي موجوده في دي هي الكوردينيتس اللي انا كنت اوريدي استخدمتها في الرن بتاعي، الاحداثيات بتاعت الاكس وبتاعت الواي والهاي والويتس. طيب بعد كده انا هستخدم بقى الاربع احداثيات دول عشان اعمل فور لوب على الفيسز، هقول الاكس والواي والدبليو والاتش،
ان فيسز اللي هم الاربع ارقام اللي احنا شفناهم. هقول سي في 2 دوت ريكتانجل عشان ارسم ريكتانجل. ارسم ريكتانجل على الايه؟ على الايمج، الصوره اللي احنا عمالين نقراها من الكاميرا دي. طب الريكتانجل ده، الريكتانجل لازم احدد الكوردينيتس بتاعته، هيبدا من عند الاكس والواي اللي هي الاكس اللي هي القيمه دي اللي هي 169، والواي اللي هي القيمه دي 54 اللي احنا لسه شايفينهم اللي هم كلهم متجمعين هنا اهو. ادي الاكس وادي الواي وادي الاتش وادي الدبليو. بعد كده الويتس، الويتس هيبقى ايه بقى؟ هيبقى الاكس بلس الدبليو. الاكس اللي هي 169 بلس الدبليو اللي هي 256، دي الاحداثيات، سوري 296، دي الاحداثيات بتاعت الويتس بتاعت الوجه بتاعي لما انا عملت ران. وبعد كده الواي بلس الاتش، الواي اللي هي 54 والاتش بتاعتنا اللي هي 296. كل الارقام دي اللي هي بترجع من الفيسز اللي هي الفانكشن دي بترجعهم لما تحدد القيم دي. بعد كده هعرض الصوره دي وعمل كده عامل الويت كي لو الاوردر الفانكشن اسمها الاو ار دي بي. لو انا ضغطت على حرف الكيو فالويندو هتتقفل ودستروي اول ويندوز. طبعا الكلام ده كله اتشرح بالتفصيل، مفيش اي حاجه جديده غير الفانكشن دي اللي هي بتاخد البري تريند موديل والفانكشن دي اللي هي بترجع لي الاحداثيات بتاعه الوجه. طيب انا المفروض اعمل رن دلوقتي، هفتح الكاميرا بتاعتي لان انا حاطط هنا زيرو. ولو انت عندك فيديو على اللابتوب بتاعك مثلا اسمه مثلا اي حاجه اسمه تيست دوت ام بي 4، فانت هتحط هنا الفيديو بتاعك وتبدا تعمل ديتكت على كل الصور اللي موجوده، كل الفيسز اللي موجوده في الصوره الفيديو ده. فاحنا هنا هنحطها زيرو عشان انا هقرا من الكاميرا بتاعت الويب كام بتاعت اللابتوب بتاعي. فانا المفروض هعمل رن دلوقتي، هيفتح الكاميرا ويعمل ديتكت مربع كده لونه اخضر، لان احنا هنا محددين اللون الاخضر اهو، وده التكنس ده السمك بتاع المربع نفسه على الوجه بتاعي. المفروض كده لسه بيرن. وطبعا تقدر تعمل الموضوع دوت على صوره، احنا هنا فتحنا الكاميرا، فانت تقدر تقرا صوره عن طريق الكلام ده وسي في 2 دوت ام ريد وتقرا الصوره بتاعتك هنا وتخزنها في فاريبل اسمه ايمج. هو عمل رن وقفل على طول. سوري، هنا اهو عامل عامل ديتكت على الفيس بالظبط. تلاحظ ان هو بيجيب الفرونت فيس، لو انت بصيت مثلا يمين او شمال مش هيدي نتائج دقيقه يعني، فلازم هو الفرونتال فيس فقط. وقلنا عيبه مثلا لو انا حطيت ايدي كده مثلا مش هيعرف يديتكت حاجه. ليه؟ لازم يكون الهير كاسكيد او الهير لايت فيتشرز لما تيجي تعمل ديتكت على الوجه لازم يكون كل الوجه باين، لان كل زي الباك جراوند اللي احنا كنا شفناها لو في حاجه فولس هيعمل لي، لو في حاجه قالت ان دوت مش فيس هيعمل فولس، فبالتالي الريكتانجل اصلا كله مش هيتعمل. وبرده حته الاضاءه يعني لازم الاضاءه تكون مناسبه عشان يقدر يعمل ديتكت على الواجهه. فانا هنا هضغط كيو عشان الكاميرا تتقفل، يتعمل لها ريليز عن طريق الفانكشن اللي احنا كاتبينها دي. هو دوت فكره الكود. اي حاجه مش واضحه سيبها لي في الكومنت وهنحاول نتناقش مع بعض ان شاء الله ونفهمها. وشكرا والسلام عليكم.